إذن هكذا يا حول الكريم يا المتابع على بركة الله وتوفيقه نسير بتعداد شوط الختام الذي تم اعلان انطلاقته بعون من الله وتوفيقه. نتقدم بالشكر والتقدير للجنة المنظمة لهذا الميدان. الشكر موصول لناصر بن بخيت بن حوير المنصوري مدير اللجنة المنظمة. شكرا يا ابو بخيت على هذا التعاون الجميل والمتميز. ناخذ مشوطنا الختامي، ناخذ شوط الجعدان الذي انطلق من قبل قليل. نعود مع شاهين الى البداية يرافق عبد الله بن احمد بن عود الرميذي الذي يطير بالنقطة الرابعة الذي يسير إلى الصدارة. النقلة التالية كذلك وصل شاهين الذي قادم يرافق عبد الله بن أحمد بن عود الرميذي. والمركز الثالث وصل الطف الذي يتقدم خليفة بن جمعة بن عتيج الرميذي. هكذا النتيجة لثلاث الأوائل. ولكن كالعادة ناخذ جولة مع شعام صورنا أبو عزام يعطينا جولة جميلة، يعطينا جولة عبر هذه الأجواء الضبابية. نسير مع شاهين، نوخ الشاهين وعياله ام بغيد السابق متواصل. والله هذا هو شاهين الذي بدا بالانفراد المبكر، انفراد جميل يرافقه ويتابعه عبد الله بن احمد بن عود الرميذي. دير بالك وصل جميل، وصل جميل ما يبنى للطاري يرافقه ويتابعه محمد بن مطر بن محمد الرميذي. المركز الثالث وصل شاهين قادم عبد الله بن احمد بن عود الرميذي. المركز الرابع والخامس عندك يا خليفة بن جمع بن كزلة الرميذي. ولكن وين العودة إلى زمام الأمور مع شوط الوداع؟ ودعتكم يا ليت ما كان. ماذا فعلت يا بالعودة الرميذي؟ النقطة الرابعة ولكن دير بالك. والله الرميذي واصل، وصل أبو سيف، وصل. اللحظات الحاسمة، اللحظات الخطيرة. جميل ولا شاهين؟ جميل ولا شاهين؟ إذا شاهين، شاهين يتقدم يطير بالنقطة الرابعة. لحظات الاقتراب، لحظات التهاني والناموس. بالمركز الأول تهانينا لعبد الله بن أحمد بن عود الرميذي. مشكور يا ابو احمد على هذا الانجاز، النقطة الرابعة على التوالي. المركز الثاني هناك جميل قدم عرض يشكر عليه بالمتابعة محمد بن مطر بن محمد الرميذي. والمركز الثالث والرابع نترك المجال اللي خط النهاية لهم دور بالشكر والتقدير. توقيتنا دقيقتين 19 ثانية. هكذا كان شاهين قدم عرض يشكر عليه، وشكرا لكل المشاركين نحو هذا الابداع المتميز. إلى هنا يا حبيب الكريم المتابعين وصلنا إلى ختام أشواطنا صباحية هذا اليوم. لكم منا جزيل الشكر والاحترام. شكرا لمصورنا طه السوداني، شكرا لعمر طه الذي رافقنا بعربة نقل. شكرا لكل المشاركين، استودعكم الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله.